أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. شحال تقريبا داع لك؟ واش غنقول لك ما بين 6 مليون و 7 مليون هذه ديال الدوزين ما بين سخانات وشرابات ووكالات. مي هادشي راه ماشي ساهل باش غندير. هذا المشروع راه خاصني نعمل شي 13 مليون. يجي يضرب واحد يقول لك راه كاينه طريق هناك وما يخرجش حتى البلاصه. جابعتها البلاد وحبس. شكون هو هذا؟ هذا سهيل بشعيب. هذا سهيل بشعيب شكون هو؟ سهيل بشعيب يعني هو اللي دار طلب للمحكمه. معنا محبوس انا وخوتي على طريق هو ما عندوش خوت. ما عنده لا خوت لا والو. ولكن كتقول لي حتى هي في الوراق كتقول لي بان عنده خوتو. ما عندوش خوتو ها هو كاينين هنا عنده هو كيقول لك عندي خوتي. ما عندوش خوت انا مشيت ها انت ها الوراق ديالي الوزاره. ها هو الجواب وزير العدل. من ها هو ها الجواب الاول. الجواب الثاني. ها الجواب الثالث. ها الجواب الثالث. ها الجواب الرابع ديال النقد ابراهيم. وهذه الشكايه مباشره اللي درت لهم ان الناس السيد ما عنده لا خوت لا والو. ها هي شكايه مباشره. هنا ها هو كتبت الجريده الكواليس هي دايره معاينه مزوره. هنا ها السيد الوكيل العام اللي كيقول لك هذه الوثيقه غير معترف بها. شكون السيد الوكيل العام كيقول لك هذه الوثيقه غير معترف بها هذه ديال البستاني. هيا والبستاني شكون هو؟ مفوض قضائي. كيفاش ما معترفش بها هو؟ قال غير معترف بها. علاش ما معترفش؟ هو جاي من عند القانون اللي هو مؤدي اليمين على هذا ما يكتبش الزور. هو اللي دار الزوير. هاد السيد ما عندوش خوت وصرح لي بان كاين خوت وحكمت لي المحكمه بان كاين خوت. ملي جبنا ليه وثائق بان ما كاينش خوت ولا يقول لك اسيدي وثيقه غير معترف بها. هاد السيد اللي هو ميت في 90 يطلب طريق. هاد الطريق دار حاله خاصه ماشي عامه حاله خاصه لي. تقدر تمشي تورينا الطريق؟ هي نوريك الطريق. يلا نمشيو الطريق. المشروع هذا المشروع كان ديالك ديال الاب ديالي. السياج يكون داير ممنوع يدخل شي واحد. ممنوع حتى من الحيوانات ما خصهمش يدخلوها. السياج ديالهم كيكون هنا ممنوع يدخل. الافراخ الافراخ اللي كطير فوق ممنوع يدخل. وي هنا استاذ هما كيقولوا هذا السيد ما عمرنا شفنا هذا البستاني. ها هو هنا محاضر التصريحات. ها هو محاضر التصريحات كيقول لك عمرنا ما شفناه. عمرنا شفنا هذا العون القضائي كاع. هو كان كيجي هو اللي جا دار المعاينه وخرج نفذ ليهم. وانا غنوريك وثيقه اللي هي يلاه جابها باغيين يعاودوا ينفذوا صاير دعوه. ها هو نفذ ليهم. هذا هو البستاني اللي هو دار المعاينه وخرج نفذ ليهم ثاني. زعما وثائق مضبوط. علاش دعوك؟ دعوني على حبستي طريق. حبستي طريق؟ اه كنشوفوا فيها دابا محبوسه ما والو وماشي طريق. هاد الناس راه ما شاء الله. هاد الناس السيد اللي هو جا دار هاد التزوير يعني ترشح للانتخابات ولد خوه هو اللي دار هاد التزوير وما تعاونوا كاملين في هاد التزوير. اجي على قبل هاد الطريق. على قبل هاد الطريق راه كاين الطريق راه ملي على المسجد وهذا المدرسه المقبره راه هنا. كاين شي مدرسه هنا كاين شي دير هنا. تعال كاينه لا مدرسه لا مقبره لا بير هنا. الطريق ديال المدرسه المقبره والبير راه انا غنوريها لك غادي تشوف ثاني نحد هاد البستاني ثاني نفهم كيفاش هاد الطريق دوز كاميو طوموبيل وكروسه العربه يعني العربه كروسه هي كروسه. شفنا ريوسنا حنا ما دزناش منها عاد. هي هذه اللي قال لك يخرجوه وهو اللي كاتب الزور هو اللي خرجوه للقصدي لهنا حتى لهنا نفذ. قال لهم انا وصلت الطريق من المدرسه المقبره والبير. فين هو الناس اللي سيناو به؟ فين هو الناس اللي طلبوا؟ ما
كاينينش. واش اللي ميت في التسعينات طلب الطريق وينفذها ولا ماشي دروك؟ واش حالتي لو البحر تاع محروطاش؟ محروطة ها؟ ها كلها كتحرق كاملة هذي كتحرق. علاش حتيتك مع البر بقي محمد؟ أجي نطلعو هاك ونشوفو المدرسة والمقبرة وفين كاينين. كاينش ما كاينش كاين شي مقبره من كاين ها هي الحدود ديالها خبي عليه جوج خدامه وربع ونص الوراثه العربي بن شعيب وعائشه بنت الحداد وراثه العربي بن شعيب وراثه السواري محمد هو اللي ولدو دعى دعى الاب ديالي بان راه كاينه طريقه هو عمو بيع وما ما 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 خلى طريقش عمو بيع وما خلاش طريق الخبير اللي خرج ودار دار المدرسه والمقبره والبير هنا البقعه اللي وقفنا عليها هاي الخبير الاول عبد الرحمن القومي دار اتجاه المدرسه والمقبره هكذا ما بقاش غدا هكا دار هذا الهجي علاش جبرتي تركي جبرتي تر هو هذا هاو ملي قال لي مولا كاين التيتر هنا راه تصد الهجي قال لك انا حديد بالبرقوق محمد هاو علاش هاد الناس ما فيهمش طريق وحنا فينا طريق وما كايناش حتى ما حتى ما دوزاتك شتا حتى اسود وحتى الشتا كلها محروطه هذا راه السويري اللي يجي خد البيت شكون هو السويري اللي يجي ديال البيت ديال الموتور ها الموتور ها البون باغ ها يا ولدي هاو كلشي تخرب شوف هاد التخريب بسبب هاد المعاينه المزوره هو هذا يقول لك لا غير المعترف ديالك وثيقه غير متعرف بها هذه ديال البستان يا مختار قبل ما المعترف بها علاش حكمت بها المحكمه وما انا نفدت بها شوف شوف التخريب شوف شوفوا التخريب اللي كيطلع يطرى هنا في هذه المحكمه الجديده شوف التخريب راه حنا خربونا هذا عنده جوج ادوار هذا اجي شوفوا هذا في وقت الصيف كيعطي البروده وفي وقت الليالي كيعطي السخونيه هذا شوفوا كيفاش شوفوا هذا المشروع كيفاش تخرب هذا جاولي في الليل هذا جاولي في الليل وقال الله يديري الماس وكيضربوا هاو شكون هما عاد سهيري وشعيب وسهيري العياشي ولادهم جاوا في الليل وقال الله كيخربوا في هادشي وتمشي دير دواء يقول لك عندك شي شهود واش شهود كيكونوا في الليل جاولي في الليل وخربوا هذا ماشي تخريب راه عيب وعار عيب وعار على القضاء ملي كيوقف قدامه كيعترف انا ما عنديش خوتي اش بقى ما تقول لي البراء انا كنطلب من سيدنا ومن جهه المختصه ينصفونا ومن المحكمه ديال جديده تنصفنا من 2009 من 2009 وهو هذا المشروع هذا المشروع واقف هذا ماشي تخريب هذا تخريب هذا ومن يجي وطالبوا حقنا يقولك هذا غير معترف به اجي تشوف